السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة، حلقة جديدة. البداية من جدول نتائج ومواجهات الجولة 22 من دوري نجوم العراق. النجف يهزم فريق القاسم بهدفين لواحد، وكورة يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. مبروك لجماهير النجف، مبروك للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين. قدمنا مباراة كبيرة. أنا سبق وأن تحدثت قبل المباراة أن فريق القاسم واحد من الفرق الصعبة بالدوري، يلعب بروحية عالية، يمتلك جمهور راقي ومثالي. الحمد لله وشكر، مباراة 3 نقاط ضفناها لرصيدنا. أكيد فريق القاسم من الفرق العنيدة بالدوري، يملك كادر تدريبي على مستوى عالي، يملك لاعبين، لكن جينا احنا للكوتب من أجل 3 نقاط، والحمد لله وشكر تحققت 3 نقاط. 3 نقاط مهمة دفعتنا بسلم ترتيب، وإن شاء الله منافسة طويلة قدامنا، وإن شاء الله نحقق نتائج إيجابية. طبعا قدمنا مباراة جيدة، صارت عندنا أخطاء بالشوط الأول، قدر نادي النجف يحقق جول منها. ما ننسى احنا نادي النجف نادي كبير، وخاصة اخر 5 مباريات كان يعني نتائجهم طيبة. مدرب فريق القاسم يكشف اسباب الخسارة من النجف. بصراحة مباراة جيدة المستوى، بعض الاخطاء الطفيفة اللي هي ادت خسارة المباراة. بالشوط الأول كان بصراحة الفريق النجف شوي أفضل، لاعبينا شوي كانوا مثل ما بيقولوا مو مركزين بصعوبة اللقاء، لكن الشوط الثاني حسنا نحن نرجع للمباراة وسجلنا هدف التعادل، وكان ممكن نسجل أكثر من هدف. 3 فرص كانت محققة للتسجيل. أنا برأيي دائما أنه أنت يوم تفقد التركيز، اللاعبين بيفقدوا التركيز خاصة بهيك مباريات قدام فريق كبير، يعني بيملك عناصر جيدة، محترفين جيدين، يعني المباراة يعني صار فيك انه بدك تخسرها. اما احنا لو ضلينا الامور ما نخطأ، وخاصة انه احنا اضطرينا لبعض التبديلات، انا برأيي بعض التبديلات اللي بدلناها ما كانت يعني مو كلها لبت الطموح يعني اليوم، انه لكن نقول هي كرة القدم. نقول الله يعطيكم العافية، وان شاء الله التعويض بالمباريات القادمة. لاعب فريق النجف محمد قاسم: أتفائل بملعب الكوت وطموحنا المراكز الثلاثة الأولى. بداية حاب أن أقول مبروك لجماهير النجف اللي جتنا من محافظة النجف إلى الكوت وأزرونا، وصراحة هم ويانا بالفوز والخسارة. الحمد لله وشكرا، يوم قدمنا مباراة طيبة خاصة الشوط الثاني، استغلينا الفرص، قدرنا نسجل، حققنا المطلوب اللي هو 3 نقاط. الحمد لله وشكر، القادم يكون أفضل. والله انا يعني تدري عندي ذكريات مع نادي القوة الجوية في ملعب الكوت، فانا دائما كل ما اجي لهذا الملعب انا صراحة يعني اتفائل بي. فالحمد لله وشكر اليوم قدرنا نفوز ونحقق 3 نقاط، وارتقينا بسلم الترتيب، اعتقد صرنا خامس، وصراحة نشد المباريات التجي ان شاء الله نرتقي بعد اكثر واكثر للمراكز الثلاث الاولى. النفط يهزم نفط الوسط بهدف وحيد، وكورة يتابع تصريحات الفريقين. مثل ما تعرف احنا نعالم من المرحلة الأولى، ما حالفنا الحظ، ما جاي نفوز. الخلل بينا طبعا احنا كلاعبين، لازم نراجع نفوزنا.
وان شاء الله المباراه القادمه نعوض ومن الله التوفيق ان شاء الله. الحمد لله والشكر، فوز مهم كان، طبقه اللاعبين طبقنا ما طلبه من عندنا المدرب، والحمد لله هو المهم، ثلاث نقاط والقادم ان شاء الله افضل. مبروك النهار لك فريق نفط الوسط، طبعا الصراحه كانت مباراه صعبه، مثل ما تعرف التفريق فريق نفط الوسط بالمراكز الاخيره كان يحاول يحقق نقاط، لكن الحمد لله والشكر احنا بالشوط الثاني حققنا الفوز والله وفقنا. كانت صعوبة المباراة تكمن بالتكدس الدفاعي، إن شاء الله التعويض من المباريات القادمة النفط الوسط، وإن شاء الله مزيد من النتائج الإيجابية لنادي النفط. الكابتن باسم قاسم طموحي عودة النفط إلى المنافسة لدوري نجوم العراق. راد هذا الوقت، وحقيقه انا كنت اخطط للميناء، لكن انا الموسم الماضي ما كنت انه درجه اولى، لكن بعدين احتراما للجمهور ولهذا الارض الكبير وبقوا في زاويه ضيقه وقت، فكان لابد علي ان ابقى لانه مو من الصعب اخلق احباط اخر بعد الاحباط اللي تبلغوا انهم ضمن درجه، وكان تخطيطي ان ابقى مع الميناء حقيقه للامانه، وانا مبلغ الاخوان للمستقبل البعيد، وانا حتى مع نادي النفط طموحنا، لانه انا تعرف انا محطاتي تختلف، احترام وتقدير للمدربين، تجد باسم قاسم مع فرق مغموره وحقق يعني انجازات، يعني حتى على مستوى الدوري، يعني مثلا الحمد لله ان الثلاثه القاب مع الميناء اللقب الرابع، يمكن مع زاخو اول مره بتاريخ زاخو المركز الخامس مع ديالة، افضل انجاز في تاريخ ديالة، ولذلك طموحي انه دائما محطاتي تختلف، ولذلك اطمح انه ان شاء الله ان اكون مع النفط في مواسم قادمه، وان يكون فريق النفط يعني ان ينافس على لقب الدوري ان شاء الله. الكابتن باسل غورغيس في حديث لكورة وضع الصحي جيد ومتفائل جدا بالمنتخب الأولمبي في البطولة. كابتن أول بداية الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، صحة وعافية. أشكرك حبيبي. طمنا عن وضعك الصحي، الجمهور يطمئن، أنت غايب فترة صار لك. لا الحمد لله، أشكركم على هذا السؤال. اطمئن يعني الحمد لله أن الأمور طيبة، فعلا كانت عندي وعكة صحية، بس الحمد لله الآن أنا أتمتع بصحة جيدة. شلون كان تعامل المؤسسات الرياضية، زملائك اللاعبين السابقين، الوسط الرياضي في هذه الوعكة؟ سؤال مضحك. بصراحة فقط يعني الدكتور عقيل المفتن أنه كان له دور، ويعني قام بالواجب صراحة. بعض الاخوان يعني الاصدقاء القريبين اللي كانوا هم دائر مداري ولا اكثر ولا اقل، هو هاي. شكرا من خلالكم للدكتور عقيل. كابتن، المنتخب الاولمبي ينتظر استحقاق مهم، شلون تشوف والله؟ والله انا اشوف يعني المنتخب الاولمبي متابعه انه اموره، انا اشوف الحمد لله انه كابتن راضي كلنا ثقه به انه مدرب من المدربين الجيدين اللي متواجدين في هذه البطوله، عنده لاعبين جيدين، واعتقد المباريات الوديه ايضا خدمته كثير. انا متفائل في هذا المنتخب وان شاء الله يحقق المطلوب ونلعب في باريس. تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، ضيف كورة هذا المساء الكابتن سمير كاظم، اللاعب الدولي السابق والمدرب الكروي. مرحبا بك كابتن، حياكم الله. حبيبي وبسين، صحة وعافية إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. كلامك بخير، أيامك سعيدة، تحقيق الأوان إن شاء الله. الله يسلمك، الحمد لله على سلامتك. عيوني الله يسلمك. سمعنا بك بالسجن. لا. ها نبدأ. نتوكل؟ توكل. والله ايش سمعت يعني صدق، انا اللي قريته باكثر من مره انه انت اجوا واعتقلوك وسجنوك فتره وسووها قصه علينا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين الطيبين. بعد بدايتها ابو حسين ايش قال؟ اتحمد لك على السلامه. اولا ماكو هيك حكي. صفحات وهمية تكتب. يعني خل أبديها بموضوع نادي الناصرية. يلا. طبعا شرف كبير إلي أن أدرب هذا النادي والفريق المحترم. واني خالك أسئلة هواي على الناصرية ارتحت وياك. اي مو هو انسجنت لو ما انسجنت؟ لا لا ما انسجنت ولا لحظة أبد ولا دقيقة. لا كل ما هنالك خل أحكي لك شغلة. خلصنا الوحدة التدريبية وطبعا بالحديث نتكلم إن شاء الله. رجعنا للفندق، أعطيت البطاقة الوطنية مالتي ورحنا تعشينا ورجعنا. نمت الساعة ب 12 وربع، كنت تعبان مناين، وندق الباب الوحدة وربع، دق الباب
طبعا بالوحدة التدريبية يعني سمعت حكي من بعض الجماهير حكي يعني ما يليق بسمير كاظم حقيقة من جمهور الناصرية. جمهور الناصرية انه انت ما تبقى اليوم هنا بالناصرية وياهو دز عليك واحنا ما نريدك ونريد كابتن القدير حيدر عبيد وهالحكي. انا تحياتنا لحيدر. تحياتنا له. فانا ما توقعت هيجي استقبال حقيقة من بعض الاشخاص. فبعدها رحت وين للفندق نزلت اغراضي وشنو هاي وجاني الاخ سامي ابو علي المشرف قال لي بعد كابتن نص ساعه اخابرك تسبح وتصلي وهاي وروح نتعشى. انا شنت كلش تعبان يعني اصلا الصبح ما نايم من رحت. فرجعنا ساعه بال 11 وربع هيجي 12 الا ربع قمت ارد على الرسائل اللي جتني ناس تبارك لي ناس رسائل بالواتساب شنو هاي. نمت ب 12 وربع ما حسيت الا بالوحده وربع وحده ونص ندق الباب دقه قويه قعدت فزيت تفضلوا قالوا احنا الامن السياحي. قلت لهم يابا اهلا وسهلا بكم بس انا ما اقدر افتح لكم الباب لان انا اليوم تهددت العصر فما اعرف. قالوا لا احنا الامن وافتح الباب وعندنا تساؤلات وياك. قلت لهم زين دزولي على ابو الاستعلامات. ابو الاستعلامات كان وياهم قال لي كابتن صحيح الامن السياحي. فتحت الباب طبيعي فحكى وياي الاخ بكل ادب وبكل احترام كابتن تشابه اسماء هاي البطاقه مالتك هاي والدتك كذا اسمك جدك ما شنو. قلت لهم اي. قال فممكن تتفضل ويانا للمكتب. قلت لهم حاضر تفضل. رحت للامن تشابه اسماء باسمك الثلاثي باسمي الثلاثي والوالده ما شنو اي والله. المهم رحت مجرد تساؤلات وطلعت الامور تشابه اسماء وقاو جابوا لي الشاي وجابوا لي البسكت والكعك بالليل الساعه بالثنتين ونص بثلاثه وقمنا نسولف لحد ما صارت صلاه الفجر ورجعنا وكان شيء لم يكن يعني يعني الصفحات والصفحات بدات تنشر. ايش نسوي بعد ما اعرف يعني ابو حسين مو كل شيء ينذكر بالفيس هو صح صحيح صح. يعني لازم واحد يتوقع الحذر. يعني انا لا سامح الله اذا مرت مر ظرف على علي مو اشمت بي لا بالعكس لازم اتاكد شنو الخبر اليقين وبعدين اكتب. يعني انا حتى بالمواقع يعني بالمواقع اللي التواصل الاجتماعي اشوف اباوع يعني بالجروبات اشوف كلام يعني من بعض الاخوان الاعلاميين وكانما ما يعرف سمير كاظم مثل المشمت هسه ما اريد اجيب اسماء بس اعلاميين يشمتون بيك يعني مدربين نجوم لاعب بعض الشخصيات ابو حسين يعني ما اعرف والله ولو تجي الحقيقه وهذا صديق ومقرب كلش ورا يومين يخابرني ويقول لي قلت له ادري انت كاتب انه سمير كاظم من راح انهجم بيت الناصريه ولو قاعد بالبيت. قلت له ليش؟ قال والله انا تكلمت هذا الكلام صحيح بس من باب الضحك من باب مثل ما يقول الشقه. قلت له كابتن قلت له من باب الشقه الناس تتأول يعني صعبه تذكرون كلمه سجن وطلع واحتقل وهاي بس للامانه كابتن ابو حسين هاي للتاريخ كل الشخصيات اللي اجوا ومثلا تساءلوا على الموضوع مالتي كلهم محترمين وما شفت من عندهم الا الاحترام والتقدير والهدوء وبكل ادب وبكل محبه تكلمنا وشيء صار وتأول وانتهى بحب وموده. حب هذا فيما يتعلق بقضيه سمير كاظم. اي بالضبط. هسه نحكي على القضيه الاكبر شويه فنيه راح نحكي فنيا واستلام بس انت موجود باحداث خروج نادي الناصريه من الفندق نفس موضوع الامن السياحي من اجوا لا ما وياهم انا ما وياهم هي بيها انا مر هذا الظرف بيه ساعه بالوحده على اساس اروح وياهم لان هم طلعوا ساعه ب 12 ونص للرمادي على اساس اتفقت ويا السيد رئيس النادي المحترم حسان الزيرجاوي قلت له قال لي كابتن انت مو تقول انا ما نايم. قلت له والله انا ما نايم ساعه. قال دنام والصبح اطلع وراهم حتى حدد لي شخص يجي وياي
الصبح، بس صارت هاي القضيه فجرت لحد وقت متاخر من رجعنا تاجل الموضوع انه هم راحوا وصلوا. خلنا نسمع تعليقك على اللي صار بالناصريه في الرمادي قبل لا ادخل بموضوع. اي بالرمادي انا شنو شفت تعليقك على اللي صار؟ صدقني يا ابو حسين خل اقول لك بما جرت انا وصلت للبيت الساعه بال 8:30 بالتسعه زي. عفت التليفون ما كان بيه شحن، نمت حقيقه، نمت ما قعدت الا الساعه بالعشرة حتى صلاه الفجر صراحه فاتتني بيها لين تعبت، كنت كلش تعبان. بنفس الوقت من قعدت لقيت تليفونات يمكن بال40 مكالمه من ضمنهم يعني حتى الحج رئيس النادي، ها كابتن رحت؟ لا. قلت له والله انا قعدت متاخر وهاي، فباوعت اقلب بالجروبات واشوف لك طلعت السالفه مال الفريق ومشاكل وفندق قاعدين بيه ما بي تصريح وما بي ما مرخص هالحكي هذا. اي فخابرت بعض اللاعبين قال لا كابتن هسه انحلت وجانا شيخ ورحنا وقعدنا في فندق وهاي، فبيها تاجلت المباراه. احنا بهاي الاثناء تلفونات قامت تجيني يعني من الجماهير حقيقه، كابتن احنا اللي نرجوه من عندك، ما نريدك تجي للمباراه، ما شنو يابا شنو القضيه؟ قضيه قالوا احنا متفقين ويا الكابتن القدير حيدر عبيد هو يجي يقود المباراه. فخابرت الحجي رئيس النادي، قلت له يابا مثل ما يقول على قولة المثل خلي نطلع الحيه من الزاغوه، يعني هم يريدون الكابتن حيدر، انا ما عندي مشكله وبامكاني اقرب وجهات النظر بينكم انتم كاداره وبين كابتن حيدر. حلو. وترجع الامور لان مصلحه النادي تتطلب كابتن. قال لي انت هيك تشوف؟ قلت له انا كرئيس نادي شنيت ومدرب ولاعب اعرف يعني كسياسه انه خليهم للاخوان. فهذا الاتفاق. فكل ساعه يخابروني الجمهور، قلت لهم يابا صار الاتفاق انه روحوا خابروا حيدر وانا هم راح اسد التليفون وخابركم وخابر حيدر. والله موقف نبيل والله العظيم والله. والشاهد عباس عبيد، خابرت حيدر تليفونه مخفل فخابرت عباس، قلت لعباس صح انت جوز انت مهموم من موضوع الامانه بغداد والمشاكل وهاي، بس انا ترى هم في موقف محرج فاريد حيدر شلون احصله؟ قال لي والله مخفل تليفونه هو بالشعب. قلت له دبر لي يا كابتن عباس وقل له يابا الجمهور هيك وهيك يقول، فاني اروح للرمادي ابقى هنا يريد شو اسمه اخابر له الحجي تتخابرون وترجع طبيعي. وهذا شاهد كابتن عباس موجود حي يرزق. اذا ان قال لي كابتن اعطيني 10 دقائق، عباس قال لي اعطيني 10 دقائق. والله 10 دقائق خابرني مره ثانيه عباس، قال لي كابتن حيدر ما يروح. قال لي هذا رزقه كابتن سمير وروح وهو الكابتن سمير يعني مثل ما يقول ما عندي اي مشكله وياه لا من بعيد ولا من قريب، خلي يروح يتوكل. فخابرت الحج حسان، قلت له هيك الموضوع كابتن حيدر ما راح يروح. قال لي شلون لعدوا ذول الجمهور؟ قلت له راح اخابرهم. خابرت ردت ما ردوا علي حقيقه. فاني من الادب ومن الالتزام الخلقي والشرعي انه لازم اروح للفريق لان انا باعتباري مدرب كابتن علي. ولو طولت عليك لا 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 بالعكس. فقلت له للحج، قلت له انا باكر الصبح رايح للاخوان واذا كل الاحوال انا ما راح اقود المباراه، راح اخلي المساعد او كابتن الفريق جاسم حلاوه تحياتنا له. فقال لي ها يا كابتن روح. فوالله شغلت سيارتي من 8:30 ازدحامات وهاي، تقول وصلت ب 12:30 هناك، لقيت الفريق هناك مرتاح، جبت الكابتن، لقيت الاخوان الجماهير موجودين بالفندق هم نفسهم اللي اعترضوا علي. فسلمت عليهم، سلموا علي وقعدنا ما ادري شنو هاي. قال لي كابتن اذا تحبنا وانت اخلاقك عاليه وهاي احنا ما نريد تتعرض للسب للشتم لا تجي للناصريه، احنا يعني ما راغبينك. قلت له يابا انا جاي من الالتزام الخلقي والادبي لان انا متفق ويا الهيئه الاداريه، راح انطي الخطه المعينه والاسلوب، اقعد ويا الكابتن واشرح له نقاط القوه نقاط الضعف وش يسوي وشنو التشكيله وما شنو هاي، وانا رايح حتى
الملعب ما حضره، وفعلا هذا اللي سويته، اعطيت كل هاي الاحداثيات للكابتن جاسم وحسن عبد الامير وهم موجودين. فايش قلت للجاسم؟ قلت له اجمع لي الفريق بالسياره، خل احكي لهم حكايه واحده. جمعتهم سلمت عليهم، قلت لهم اني شرف كبير الي دربتكم واتمنى لكم التوفيق، هاي محافظتكم، غثوا نفسكم، انتم بامكانكم تصعدون، لا تخلون واحد يتدخل بشؤونكم، اتمنى لكم التوفيق وانا موجود، اللي تم الاختيار علي انا حاضر، يرجع حيدر انا حاضر، يجيبون مدرب اخر انا حاضر، بس انا هذا اخر يوم وراح ارجع للبيت وراح اقدم اعتذاري. اول ما رجعت كابتن وطلعت بالمنشورات قلت اعتذر من رئيس النادي استاذ حسان المحترم والهيئه الاداريه واللاعبين حقيقه، هذول اللي اعتذر من عندهم واتمنى لهم التوفيق. وبنفس الوقت اكو بعض الناس شفت انه ما لهم الرغبه بوجودي بالناصريه واعتذرت منهم، وكان الله يحب المحسنين. هذا اللي صار بنادي الناصريه. تمام، هذا هسه نسال سؤال. تفضل. السؤال الاول، انت ذكرت فيما بين السطور انه تعرضت للتهديد وانت بالفندق، صار عليك تهديد في حال بقائك مدربا للناصريه. تمام، شلون جاك التهديد؟ هو قلت لك احنا اول ما اجينا قعدنا، طبعا الحجي والنائب هيثم الدبي هم استقبلوني يعني بالسيطره مال دخول الناصريه، استقبلوني ودوني للبيت مالهم، تغدينا من الساعه بالوحده ونص لحد الساعه بالاربعه الا ربع، التمرين كان بالاربعه، رحنا للفريق. طبعا بالمناسبه كابتن علي، انا ما كنت اتوقع هيك استقبال من الاخوان، وهسه بالحديث اجيك. فقعدنا الفريق موجود كله، يمكن ما بعض كم لاعب ما كان حاضر، يمكن انذار او حرمان. فسولف بدا الحديث رئيس النادي، كمل ورحب بي وعرفني قدام اللاعبين، والنائب هم نفس الشيء حكى، وانطوني الوقت اتكلم. تكلمت مع اللاعبين وقلت لهم انا شرف كبير يعني ادربكم، وانتم ابطال، انتم وصلتوا لمرحله جيده، حافظوا عليها بوجودي بوجود اي واحد، احنا لازم نتعاون، لازم يصير تكاتف من الكل. وانا جاي احكي من السيم جو ثلاثه اشخاص، اثنين بقوا اللي غادوا وواحد انفرد عنهم. ايش عبالي انا ببالي وانا جاي احكي ويا اللاعبين؟ ايش عبالي؟ عبالي يقول لي كابتن اهلا وسهلا بك بمحافظتك، انت كابتن منتخب العراق، انت كذا انت كذا، هذا اللي توقعته. والله ما توقعت الا راسا ودعت علي، حتى تفاجئت. قال لي انت منو داز عليك هنا؟ ومنو قال لك تجي؟ ومنو قال لك احنا نحبك؟ ومنو قال لك احنا بهالطريقه؟ بهالطريقه حتى مو باسلوب لا ابد ابد ابد. وقال احنا متفقين ويا كابتن حيدر، انت اليوم ما تحضر، انت احسن لك اليوم اطلع من الناصريه. وعيد قلت له حبيبي بس على كيفك. قال لا حبيبي ولا هاي، انت شنو انت مدرب كذا؟ هسه مالت هاي الكذا حكايه غلطه ما تنحكي. فهذا يعتبر تهديد. فقال لي انت ما تحضر ما تبقى اليوم بالناصريه. قلت له ابد على كيفك، وما دام انت رايد حيدر عبيد انا اجيب لك حيدر عبيد، انا خابر لك اياه الله وكتبه ورسله، انا ما احب مشاكل، مصلحة النادي تتطلب انه ما رديت عليه. هذا الموقف حسن، انت ما ترد ضيف من حسن اخلاقك وكرم رئيس النادي ونائب رئيس النادي الواقفين، شنو ما قصروا؟ ما قصروا غير نفتهم؟ ما قصروا. نائب رئيس الهيدارية قابل الشخص، قال له عيب تتكلم ويا كابتن سمير هيج، وتعال نعزل انعزلوا اللي غاد. كملت انا محاضرتي، بدا التمرين والولد حبيتهم وحبوني، ولاعبين محترمين ولاعبين جيدين حقيقه، صح ما اعرفهم 100% يعني كلهم، اعرف كم واحد يعني مثلا حسن، اعرف عباس المدافع من اهل بغداد، اعرف جاسم حلاوه مهاجم مال الطلبه معروفين، ومدرب الحراس اعرفه فالح، كلهم اعرفهم. ف خلصنا التمرين، يا سبحان الله يعني شوف ذاك الوقت كلها اشغل سيارته ما تشتغل، الباتري عطل. زين المهم تعال شطل وما ادري شنو هاي، ورحنا للفندق. والله هي عوجه من البدايه بالضبط. هي
فمن من رحت ودقوا الباب عليه بالوحده وربع وحده ونص راسا ربطت قلت ويا الموقف اللي صار قلت هاي فهاي الاحداث اللي صارت. طيب هسه عرفنا تعرفهم الجمهور اللي رافضيك تقول هم ثلاثة يعني شخصيات يعني تقريبا هم ثلاثة اجوني واحد معروف بس ما اقدر احكي بس ما نقول ما اعرف هسه انت راح تسالني سؤال او اي شخص من الاخوان راح يسالني يعني قل لي وصلت الحالة كابتن سمير الجمهور هو يتحكم اي الجمهور هو يتحكم مو بس بالناصرية كل الاندية لكن بنسب كابتن علي بنسب اكو ناس كهيئة إدارية ما تقبل تدخل الجمهور اكو ناس تقبل تدخل بس بالخفاء اكو ناس لا مسلمينها للجمهور هذا هو واقع كرة القدم اقول مع الاسف يعني هذا اللي جاي يصير طيب انت سألت سؤال وجاوبت عليه نعم الجمهور هو يتحكم قلت لي نعم هو يتحكم تمام انت شنو خلافك ويا الجمهور ليش هذا الموقف صار يتكرر وياك باكثر من نادي لا هو ترى بس هذا النادي ابد بس مرة صارت ويا السماوة وكانت المشكلة ويا الإدارة وشجعوني الناس الجوية كانت هسه الجوية بحثا آخر جوية بحثا آخر نادي جماهيري أنا أحكي لك على المحافظات ناديين سماوة وناصرية السماوة ذاك الوقت لا بس أكمل لك مو أنا لازم أجاوبك السماوة بذاك الوقت لا بالعكس شجعوني ويريدوني ويتصلون وياي بس خلافهم ويا الإدارة الإخوان هنا بالناصرية خلافهم ويا الإدارة لكن انعكست علي حتى أنا ترى هذا السؤال سألتهم بالرمادي تلوم إذا أنتم خلافكم ويا الإخوان بالإدارة أنا شنو ذنبي أنا جاي أخدم مدينتنا مدينة الناصرية الكرام أنا جاي أخدمهم وهاي أحسن فرصة أنتم تصعدون صدقوني أنتم لازم تتوافقون كجمهور لازم يجي حيدر يشجعوه يجي علي عبد الوهاب يشجعوه سمير كاظم يشجعوه اي مدرب يجي لازم يشجعوه لمن لمصلحة النادي لا يعني لا تخلون المشكلة اللي بينكم وبين بين الإدارة وبين رئيس النادي تأثر على اللاعب نرجع شوية للخلف شلون تم التفاوض ويا سمير كاظم من قبل إدارة الناصرية تمام وإذا هم بوضع جيد ليش عافهم حيدر عبيد؟ أولاً قبل يعني قبل المباراة بيومين خابرنا يوم الخميس يوم الخميس ولعبتنا ويا القرمة يوم السبت أوكي؟ الخميس أو الأربعاء استغفر الله خابرني الأربعاء بالليل أي الأربعاء بالليل خابرني الحج الساعة بالعشرة ونص قال لي كابتن إحنا يعني نحب نتعاقد وياك تقود الفريق وهاي قلت له زين وكابتن حيدر قال لي كابتن حيدر قدم استقالة وأنا قبلها يمكن تقريبا بأربع ساعات بخمسة أقلب بالواتساب طلع الخبر مع الكابتن حيدر عبيد ويقدم استقالته منها موجودة يعني هاي يعني ما أجيب من حتى لين باكر عقبه مساءلة أمام الله فقلت له أنتم يعني انتهت ويا حيدر عبيد قال يا أخي حيدر عبيد جاي نخابره تلفونه مقفل قلت له زين وانا هناك يعني اجي طبيعي قال كابتن هاي انتهت بعد احنا كاداره اتفقنا هذا اللي صار بعدين من رحت للوحده التدريبيه واجون الاخوان الظاهر انه بعد ما مكملين ويا حيدر يعني 100% والجمهور متفق وياه بهذا الوقت انا اثرت على نفسي كابتن علي انا اثرت على نفسي انت تقول بنفسي اتصلت بحيدر عبود هي اليوم الثاني اي قصدي من رجعت ما معناه اي هذا عندي الدليل والدليل عباس عبود تحياتنا للكابتن القدير هو شاهد حتى قلت له حيدر هو اخويا وحيدر صديقي هسه احنا شنو باكر عقبه كم واحد يتحكم بينا انت تقرر تروح للرمادي كابتن حيدر روح ما راح اروح لكن بس من سمعت الخبر اليقين انه حيدر ما راح يروح للرمادي لازم تروح انا لازم اتفاقك مع الاداره على الاداره واللاعبين صار اكو اتفاق على مستحقات ماليه لو ما لا 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 هسه هو حتى قال لي كابتن خل نحكي بالغداء اول ما وصلت قلت له حجي انا ما اهتم للفلوس هسه يجوز واحد هسه يعتب علي هو صح حق بس ايش قلت له شنو اللي يليق بتاريخ سمير كاظم انت خليه ما عندنا مشكلة هسه الناس هم حقيقة لحد هاي اللحظة كابتن علي يشهد الله لحد هاي اللحظة الإدارة ورئيس النادي وجميع اللاعبين يردوك كلهم يعني اللاعبين ممكن 90%
يمكن اذا مو 95 هسه انا بعد ما اعرف. والاداره كلها تريد سمير كاظم، ورأي الجمهور هو اللي مشى. لا مو رأي، يعني قلت لك هاي الاشخاص اللي تدخلوا هم راح يعيقون. راح تسالني سؤال، راح تقول لي كابتن انت شعليك روح درب. صح، انا بس انا من اروح ادرب ما راح يصير الاجواء مثاليه رحم الله والديك. لا وشنو الضمان اللي ما راح يهتفون عليه؟ يجوز بعض الاداره ما راح يجون للوحده التدريبيه، صح لو لا كابتن علي؟ انا اللي اتعرف، وانا شل بهالمشكله هاي. انا ما عندي استعداد في يوم من الايام على مود رزق والارزاق بيد رب العالمين، اي رزق اتعرض الى الشتم والسب لابوي وامي واخواتي وعشيرتي، شو اللي بيه؟ رجعت وقدمت اعتذاري وكان الله يحب المحسنين. طيب حتى طريقة التعاقد، تقول له مثلا انت خلي الرقم، هذا تعاقد واحتراف كابتن، انت تطلب الرقم اللي تريده وبناء على ذلك يتم الاتفاق. هسه انت ليش واصلين لهذه المرحلة بالتعاقد؟ لا شوف، اولا الاجواء كانت غير مثالية، تسألني ليش؟ لان الفريق اليوم اذا دربته، الفريق اذا دربته اليوم بالليل يسافر، فما كل وقت المناسب، لان انا قررت انه الفريق دربته بالساعه بالأربعة ونص تقريبا، خمسة الا ربع لساعه بالستة، ساعه هيك تمرين خفيف، وقلت لهم بأي ساعه تسافرون انتم المعتاد عليه؟ قالوا كابتن نسافر لو ب 12 لو ب 12 ونص او بالوحده. قلت لهم اني قدامكم بالسياره، بس بعدين راجعت نفسي، جنت كلش مجهد تعبان اليوم كله، القبل انا ما نايم بس ساعه وربع، فخفت قلت خلي انام والصبح اروح لهم، بس صارت الاحداث مال الاخوان الامن السياحي. احد اتصل بيك غير نادي الناصريه اللي يقدم لك عرض؟ لو فقط الناصريه لحد الان؟ لا فقط الناصرية. لا هم الناصريه، وترى لحد الان كابتن، يعني لو تجي الحقيقه انا شخصيا هسه لحد الان متمسك وهم متمسكين، لكن الاجواء اللي حثت من قبل بعض الجمهور هم اللي عرقلوا المسيره، هذا اللي صار. زين، انا سامع من مدربين سابقين بهذا النادي تحديدا نادي الناصريه انه نادي الناصريه ما يريد يصعد كابتن لدوري الابطال. لا تغرك الجمهور يعني لو الاداره؟ لا من مدربين عاملين، الاداره ما تريد تصعد الفريق. لا 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 مستحيل مستحيل كابتن. فطريقه حديثهم وياك يريدون يصعدون؟ والله انا ما امدح. لو ما حكيتوا بهذه الطريقه. لا لا انا ما، لا اقول لك كابتن علي، يعني شخص ويجي يدفع من جيبه الخاص ومن عائلته من اجل يصعد الفريق، يعني شنو؟ يعني انا مثلا صراحه شبهته بالفتره مال السيد حسين العنكوشي تقريبا، بس بها اختلافات وجهات النظر والتعامل والعمل آنذاك. لكن حج حسان لا جاي يدفع من جيبه حتى يصعد الفريق، وبالمناسبة ترى أحسن فرصة الفريق يصعد الدوري نجوم العراق هاي بس لازم بشرط أنه التكاتف يصير من الجميع، الأخوان المسؤولين، الاخوان بالجمهور، الاخوان اللاعبين، المعالجين، الاداره، كلهم لازم يصير اتفاق ويتفقون من اجل الهدف مالهم واللي هو الصعود الى دوري النجوم العراق. تمام، اكو بعد موضوع يخص الناصريه ما فتحناه ما حكينا به حتى ننتقل؟ لا والله انا لو كل شيء حكينا. لا والله قلت لك انا لحد الان، لكن الرغبه ما زالت لسمير كاظم في حال تم الخلاف يعود لتدريب الناصريه، غير هيك؟ اذا هم عندهم راي اخر انا معاهم، اذا هم يريدون مثلا يرجعون السمير كاظم والقى اجواء مثاليه وتشجيع حالي حال كل مدرب يروح ويستقبلونه ما عندي اي مشكله، بس اذا تبقى يعني اذا يبقون الاخوان اللي ذكرتهم بس ما ذكرت اسماء قافلين، مو قافلين، قافلين قفله من هاي التمام، وما اعرف شنو السبب. واحد يقول السبب لان احنا متفقين ويا حيدر، قلت له ما عندي مشكله كابتن. الكابتن في حال حيدر ما رجع كابتن حيدر، هذا اتفاق صار كابتن، انا حكيت من خلال الحديث صار اتفاق وانا راجع، خابروني قالوا لي نتفق يا كابتن اذا يجي حيدر خير على خير، اذا ما اجى انت اولى. قلت لهم انا حاضر وتدللون، هذا اللي صار، انا جاي وياهم في كل الاحوال في كل الطرق. شنو رايك بالاستقالات في دوري نجوم العراق او مساله تدوير المدربين؟ والله حسين هذا هاي قمه الاشكال، يعني حقيقه انا حكيتها، يعني والله اشوف
شوف الادارات من تتخذ هيك قرار شو يقول لك؟ يقول لك انا اجيب مدرب حتى لو فشل مع احتراماتي او ما توفق، لان الفشل انا ما احبه صراحه. اذا ما توفق يقول لك بس هو مطلع على كل الامور اللي جاي يصير بالدوري فيجيبوه. ومع هذا هم يجي وهم ما يتوفق ويطلع، ما يتوفق بهالفريق وهم يروح. انت اشكلت على الانديه الجماهيريه مضغوطه. هسه اكو انديه مو جماهيريه وهم تدور نفس الاسماء. والله كابتن علي هي وهذا ضاغطها. هاي مشكله كبيره حقيقه. اولا اكو مدربين عندهم شهادات وعندهم تجارب، بس الانديه عازفه عليهم حقيقه. هاي يعني هاي مشكله. اما مثلا استغفر الله اتفاقات اخرى، اما عن طريق السماسره، اما عن طريق الجمهور هو يتحكم، الله اعلم. كابتن علي انا ما اريد ادخل بهذا المحترك اللي كله يعرفه، بس هو زعجك كلش مسألة التدوير. كلش زعجني. انا اعتب على الانديه حقيقه، انا اعتب على الانديه، لان ما جاي تعطي فرص، مو بس السمير، ما جاي تعطي فرص اللي هواي مدربين، يعني اكاديميين، مدربين عملاو. هسه العمر، هسه الله اكبر العمر، انت شفت البارحه او قبل كم يوم شفت منو المدرب مال ريال مدريد اللي فازوا على مايوركا ومنو المدرب الاخر. طبعا صدقني هاي خليتها بذهني، باوعت بالشاشه اثنينهم من الخلف، اثنينهم شعرهم ابيض كابتن، اثنينهم شعرهم ابيض وكلهم مدربين صار لهم بالستين سنة وها جاي يدربون. يجيك واحد وقال لك ها اعطي فرصة للشباب، على العين وعلى الراس، شباب على راسنا، بس الخبرة هم تتطلب، واكو احداث واكو ادلة صارت. فانتم ليش عاسفين؟ يعني العمر بالتدريب مو شرط رئيس، بدلها بالعكس، لا كبير ولا صغير، اهم شيء العقلية التدريبية والفكر. العقل، انت رجل كبير السن، يجيب شاب، هو يجيب مساعدين ويتخرجون على ايده، مثل ما كان عمو بابا الله يرحمه ويحيى علوان يتخرجون المدربين على اياديهم، انور جسام، عادل يوسف، كثير، اكرم سلمان، هاي القائمه تطول. فليش يعني ليش هاي اللي جاي يصير بالعراق؟ يعني مساله صراحه خطيره. وانت جاي تشوف دورات السي والبي والاي والبرو موجوده، ليش انا ما استعين بهم دولة؟ عموما اريد اسالك عن رايك باستقاله ولي كريم او توقيع هيثم شبول. يعني لحد الان استقالات توقيع، استقالات توقيع. طبعا هو تتحملها الاداره. هسه انا كاداري ارجع لك شوي للخلف، من كنت رئيس نادي. زين. انا اجي اشوف السي في مال هذا، كم مباراه مثلا، تجي خمس مباريات، وحدة تعادل وأربعة خسارة، يعني شكو جايبة هذا؟ شكو جايبة؟ هاي مسألة. أو مسألة ثانية مثلا، يطلعون مثلا المحللين يحللون وعباقرة كرة القدم، وهم اللي الفلسفة مالتهم، هم اللي يحجون بالتكتيك والتكنيك والكرات الجانبية والعمق وما أدري شنو والضغط هاي كلها يحجون بيه. تسلم فريق ما يجيب نتائج، يرجعون عليه هم يعني يحلل. يعني رئيس نادي اكو شروط وضوابط لتسميه طب المدرب؟ طبعا اولا السيف مالته، ثانيا مقبوليته، ثالثا نتائجه. كابتن علي المدرب هو نتائج، طبعا المدرب نتائج. هسه يجيك واحد وقال لك انت نتائجك شنو؟ ياب هي الفرصه جايه؟ ما جايه الفرصه. زين ليش ما تتكلمون مثلا اجت فتره ثبتت نادي الديوانية، انت بحضرتك انت مره شرطت علي قلت لي يوم من الايام هسه ترى راح تروح للديوانية تثبتهم، ايش قلت لك بشرفك علي؟ مو قلت لي هاي اللعبات الديوانية باقي بالدوري باقي، ورجعت طلعت لك النوب وجيت للسماوة نفس الشيء، النوب وفي ظروف صعبة جدا انا دربت السماوة، جيت عادل تويزا وراء بملعب الشعب، غلبت الطلب 2-1، غلبت الميناء، عادل تويزا الكار، نتائج طيبة يعني قياسا للانديه الاخرى،
انتم ليش بتعطون فرص يعني؟ ليش بتعطون فرص مثلا للمدربين الاخرين؟ هسه هذا الكلام مو الي، الله وكتبه ورسله، الرزق بيد رب العالمين، لكن واحد يتالم من يتكلم، يتالم من يشوف. شنو رايك بتصريح الكابتن هيثم كاظم في كوره اول امس؟ قال توقيع القوة الجوية مع الكابتن أيوب أديشو لمدة 3 سنوات. هذا رأيهم، ما هذا هم إدارة ورأيهم، 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، ما لي أي دخل بقرارات الأندية. أنا سألك كرجل فني يعني، هذا يضيف ما يضيف؟ المعيار شنو؟ هو تاريخ أيوب أديشو معروف، وبنفس الوقت نتائجه كانت سابقة مثل ما يقول بنادي القوة الجوية، وهم أدرى بفريق القوة الجوية، وهم أعرف باللي راح يصير بنادي القوة الجوية. لكن أرجع وأقول لك شغلة واحدة، يعني الأندية من تشوف مدرب، من تشوف مدرب ما نقول فشل، ما توفق بفريق آخر، يعني انا اجيبه انه بدرب ويفشل وانه بجيبه لذاك، ايش طلعت هاي؟ ايش طلعت هاي؟ يعني شغله عجيبه. ما انا هسه حكيك وداني المدربين فما عرفت. لا 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 لا، الله شاهد، ما بشكل عام الله شاهد. هو اقول لك، هو لحد الان كم مدرب طلع؟ 16 مدري 20، هاي يتنقلون، اجى هنا هذا درب فلان، راح لفلان، راح للشمال، اجى للجنوب، راح للوسط، راح درب ممتاز، النوب اجى درب الفرق جماهيريه. اي سووا قرار كابتن، انتم فاعلين، روحوا ضغطوا على الاتحاد، سووا قرار، المدرب له حق يدرب نادي واحد بالموسم. حكيت احترضوا علي، ترضوا علي. انا قلت وارجع واقولها، اقول الاتحاد العراقي هو المسؤول على هذا الشيء، يطلع قرار، هو مسؤول على كره القدم، طلع قرار على الاقل مثلا المدرب اللي يدرب ببدايه الموسم ولا سامح الله النتائج ما اجت مثل ما يريد، يرتاح مثلا 3 شهور، او الى حق يروح يدرب مثلا لدور الممتاز مثلا، يعني هوايه قرارات. بس ما المدرب يجي يطلع ورا اسبوع يجي يدرب فريق اخر، لا والله هذا عبث صراحه. زين، لحد الان مباراة الجوية مع نفط ميسان تعادل 0-0، هدف لكل فريق. انا ما شفت حتى الشوط الاول من سجل، ونفط ميسان سجل التعادل بعد ذلك. الاقرب للقب الدوري كابتن من وجهة نظرك ومتابعتك؟ والله هي منافسة بين الجوية والشرطة حقيقة، لكن اكو مسألة لابد وان اذكرها، وهي هسه جوز الجمهور يزعل علي، انت تعرف بداية الموسم شنوا حملة علي، ومع هذا احترمتهم لكن صدقني هذا الفريق اللي هسه جاي ينافس الدوري، انا وحماد وهيثم لميناه، والا موافقتي، الا موافقتي، هاي احكيها للتاريخ. يعني كان الكابتن حمادي، أنا قلت أيمن لو حمادي؟ لا قلت حمادي وهيثم. حمادي كان أي لاعب، باعتبار أنه أنا راح أدرب، أي لاعب كابتن سمير هذا تريده؟ قلت له أي جيبه، هذا جيبه. وراح أضرب لك مثل بسيط على علي جاسم. علي جاسم جت فترة راح لتركيا ووحدة تدريبية خاضها وفسخ العقد. خابرت لها الحمادي، قلت له حمادي إذا تقدر تروح لتركيا هناك تتعاقد ويا علي روح. قال لي ليش كابتن؟ خلي يجي. قلت له لا، لان الشرطه والزوراء داخلين على الخط، روح تعاقد وياه، حتى اذا ما قدرت استقبله بالمطار. هاي وحده. اثنين، يعني انت اللي نبهت الجوية على علي جاسم. علي جاسم هذا حمادي اذا بعد بتركيا وقلت لهم روحوا، اذا يحكي بخته قلوا له، الحمادي اساله. خابرني قلت له علي هذا اذا تجيبه للجويه هو راح يكون يعني مثل ما يقول اضافه واللاعب الاساسي بالنادي القوه الجويه. نجي على سعد عبد الامير. سعد عبد الامير هم قبل ما يروح التركيا خابرته، قلت له كابتن اكو مشروع انه انا راح ادرب، فاريدك وياي. هو استوى طالع منين؟ من الزوراء. بس سمعوا الجمهور والله قلبوا الدنيا عليه. ها
هذا اللي يشتم ابوي وهذا اللي يشتم امه وهذا اللي يشتم عشيرتي، لانه رجل سعد. شنو تجيب حشاه؟ شنو تجيب؟ تجيب عطلات ولو بخير شا سوى شيء للزوراء يا بد صبروا. وهذا شوفوا سعد هسه ما شاء الله من ابرز لاعبين الجويه هذا الموسم. ايمن حسين هم طلعت اشاعه انه سمير كاظم يقول اذا ايمن موجود ما يدرب، والله العظيم بريء براءة الذيب من 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 دم يوسف والله. وخابرت الايمن قلت له عم طلعت اشاعه ايمن هيك شيء، خابرني قال لي عم لا حاكي لها. قلت له ايمن اكو واحد يحترض على شو اسمه، اكو فتره اجوا وقالوا بايش هو اللي مأثر على الفريق هو طلعوه. قلت لهم بايش بعشرة ما بدله، قلت لهم بعشرة ما بدله، هاي ترى هاي موثقه بس كون ناس كون تحكي بختها. بعدك مصمم على هذا رايك بايش بعشرة ما تبدله؟ بايش واكو منه بايش. والله بس علي انتقادات كابتن. وش علي بانتقادات؟ انا علي بالساحه، انا اشوفه بالساحه صح هاي الفتره. وترى شوف راح اقول لك، شوف هاي احكيها للتاريخ للعلم النفسي، يعني كل لاعب بكره القدم لابد وان يمر عليه دروب نزول صح. ومع هذا حتى لو مار عليه يبقى بايش ويبقى ايمن ويبقى علي ويبقى حمادي ويبقى يونس ويبقى عدنان درجال يبقى هذول. هاي شغلات احنا مع الاسف جماهيرنا بسرعه تنسى الانجازات مال اللاعب. ما يصير هذا بايش احسن لاعب بطوله الخليج، هو اللي قدم مستوى خرافي مع الاتحاد اللي الاتحاد السعودي اللي فزنا وعلي جاسم. ما يصير انكر بسرعه، على كيفكم لا تستعجلون. الجمهور غير ينتقد اللاعب حتى يرجع لمستواه، لا شلون ما كانوا ينتقدوكم؟ يعني ينتقدوننا بس مو انتقاد جارح ابو حسين، مو انتقاد جارح، يعني بكلام مؤدب مريح باوقات، مو هو مثلا فاير دمه ومثلا هو بلعبه ضايج ويجي يقول له انت مستواك مو زين، لا خليه يروح يهدى يتعشى يرتاح وبعدين وهو هادئ اتكلم وياه. زين انت حضرتك قلب دفاع تمام، هسه عندنا 20 فريق بدوري نجوم العراق، 20 نعم. نادي نعم، اعطيني قلبي دفاع يستحقون التواجد مع المنتخب الوطني بقيمه عاليه. من تقول لي مدافع يعني عدنان درجال، يعني راضي شنيشل، يعني سمير كاظم، يعني ناظم شاكر، يعني علي حسين رحيمه، اسم سلام شاكر والى اخره. اعطيني اسمين، هذا دوري نجوم العراق اللي اسمه كبرى وتسويق احسن تسويق وملاعب و20 نادي عندنا، اعطيني بس قلبين دفاع من هذا الدوري اريد نتاج. والله قيمة عدنان درجال، قيمة راضي شنيش، والله هم الموجودين سعد عطية، العفو سعد ناطق، العفو سعد ناطق، سعد لاعب منتخب وخبرة. إيه أريد لاعب أنتج هذا الدوري جديد. زيد تحسين عندك أكو لاعب شبه وسط ما أعرف اسمه بالميناء، هذا مشروع لاعب شاب. إي شاب مشروع لاعب، شفته قبل يمكن كم لعبة. عندك يعني هو يعني دول الابرز، هذول الابرز من 20 ثلاثه، دول الابرز. وعندك سولاقه هاي اربعه. لا ما احكي على، انا احكي على دورينا ينتج لاعبين بقيمه منتخب وطني يمثلون منتخب. علي ليش ما ينتج؟ اذا تعتني بالفئات العمريه وتتدرج بيهم ترى يصير نتاج. الاكاديميات هم لها اهميه. عندك مثلا فيصل جاسم هم جاي يقدم مستوى عالي حقيقة. عندك مناف كابتن، مناف ممتاز، حتى لو مر ظرف عليه على الأقل يفيدك بالكرات العالية ويسجل أهداف. زين ممكن تستفاد من عنده. استمرار مطالبات جماهير الزوراء بإقالة الهيئة الإدارية أكيد متابعها ومواكبها. تمام. كنجم ورئيس نادي سابق، شنو رسالتك لزميلك فلاح حسن في هذه الأجواء والظروف؟ أولا أنا ما أريد أخوض بهاي المسائل صراحة. ليش؟ بس أنت طيتني يعني أنطي رأيي أنا. أولا ماكو اختلاف على الكابتن القدير فلاح حسن، هو ثروة وطنية.
خدم المنتخب لاعب وخدم الزوراء كمدرب وخدم العراق كرئيس هيئة إدارية. فما المفروض يعني مع الأسف يعني أقول الأخوان الجماهير مرات يستعجلون كابتن علي مرات يستعجلون. بإمكانكم أنتم مثلا تفتحون صفحة جديدة وتلتقون بكابتن فلاح وتطون رأيكم رأيكم المهني بحيث مو تدخل بشؤونه. أنا أعرف الجماهير هو شغلهم الشاغل هو تشجيع طبعا الفريق، ما يجي يتدخل بشؤون الهيئة الإدارية بالعمل الفني أو العمل الإداري. يعني جيبوا هذا المدرب طلعوا هذا اللاعب، جيبوا هذا اللاعب نزلوا هذا اللاعب طلعوا هذا اللاعب، هذا ما يصير حقيقة. وأني من باب النصيحة أخوهم أنا أعوذ بالله من كلمة تانية، اتفقوا على صيغة معينة لأن هذا اسم نادي الزوراء، خلوا مصلحة النادي فوق المصالح الشخصية. طيب هاي أنا رسالتي للإخوان. النجف بهذه التشكيلة والتوليفة الجديدة يقدم مستويات ممتاز. الكابتن عبد الغني شهد مدرب ما يختلف عليه اثنين، احتاج وقت والنتائج بدأت تبرز، وحاليا اليوم من فازوا يعني طبعا برجوع مستوى محمد قاسم. صحيح. اتمنى له التوفيق لان هذا لاعب محترم، عندك اللاعبين المحترفين جاي يقدمون مستوى عالي. وبنفس الوقت محمد قاسم يقول لقيت البيئه المناسبه لي. ايش تقصد يعني لاعب يلقى البيئه المناسبه؟ البيئه المناسبه يعني كلعب اساسي فقط. اي هو اللاعب كرة القدم يريد لعب اساسي لان هاي بجذور اللاعبين، هاي عندنا كان من كنا نلعب يعني نتخبل اذا نقعد صراحه، بس هو راي المدرب اذا قعدني استجيب اليه. لكن محمد قاسم من النوع اللي لاعب محترم وخدم وقدم وبامكانه يقدم، فما لقى البيئه المناسبه في نادي القوى الجويه كلعب اساسي. يعني مو هسه يجيك واحد يقول لك لا اعطينا عقد، اي صح انا احكي لك على الامور الفنيه. اي لاعب كره قدم لعبه اساسي اخذ من عنده اصبر عليه. فمحمد قاسم حتى اليوم محمد داوود تالق وسجل هدفين، محمد داوود سجل هدفين ممتاز شان كل الزين، وبدا يعيد مستواه لان هم اجت فتره بالشرطه ما كان يلعب فاثرت عليه. هسه لا اجت البيئه المناسبه كمستوى بإمكانه يقدم. والنجف معروف عليه يمرض ولا يموت حقيقة، لأن نادي النجف يعني حدث ولا حرج على اللاعبين والبارزين والشخصيات، أتمنى لهم التوفيق. زين الشرطة مع مؤمن سليمان تغير كثيرا كابتن. شوف هاي الأهازيج الجاي يصير بالنسبة للهاي شوية جاي يتأثر حقيقة. شلون يعني؟ يعني مثلا الهتافات على نادي القوى الجوية وعلى حمادي، ويعني أنا أشوفها يكون يقللون أفضل، تصير المنافسة خلي تكون المنافسة تكون بين اللاعبين فقط، خلي يكون تشجيع. أنا جاي أشوف مثلا يعني أهازيج على مال يعني مال أيوب عيب يعني صراحة، يعني زحمة. أيوب خدم البلد وشخصية محترمة وشخصية محبوبة، فما يعني ما يستوجب أنا أطلع أنشودة وتشتهر وتصير بالمدرج، لأن باكر عقب الجمهور هم بإمكانهم يطلعون هزوجة على مؤمن سليمان، وإحنا ما نريد توصل لهذا الشيء. خلي يصير تشجيع، التشجيع هذا اللي نعرفه، هالسيج الأول هالسيج الثاني هاي الجوية هاي الزوراء هاي الشرطة هاي الطلبة، الأهازيج المعروفة. من تدخل مسألة شخصية لا والله أنا بالنسبة لي ما أقبل على هذا الشيء. فأتمنى أنه لهنا والأهازيج تقل، يذكرون الأسماء ويذكرون المدربين ويذكرون اللاعبين واللاعبين المعتزلين وأعضاء الإدارة. أشوفها شوية زحمة باسم وتاريخ الأندية العريقة مثل الشرطة والزوراء والطلبة والجوية زين والفرق. الشرطة متمسك بالصدارة للجولة الثالثة والرابعة على التوالي. صح. شوف أكو اختلاف بالأمور الفنية. شوف احنا كقوة جوية
ما نهجم بستة بسبعة كهجوم، بينما الشرطة لا جاي يشوفوا يهجمون بستة بسبعة. يعني حتى فهد مو اللاعب السوري، فهد اليوسف يلعب مدافع يسرى، لكن كل الأحوال تلقاه شنو شبه يسرى، زائدا مثلا أبو بكر يبقى بس يدافع. عندك مثلا قبل كم يوم شفت مباراة لهم لعب أربع مهاجمين، يعني طريقة اللعب هي اللي أطت الأرجحية للشرطة. أنا أشوف لصدارة الدوري أشوف، بينما الأولى بنادي القوة الجوية أن يلعب بثلاث مهاجمين أربعة وقادر على هذا الشيء، بينما إحنا تجي دائما تشوف الأسلوب مال القوة الجوية يلعب مهاجم واحد. ليش؟ أنا عنده هواية، عنده مهند لازم ما يقعد، عنده مهاجمين لازم يقعدون ألعبهم. عندك علي ممكن يلعب مهاجم، علي جاسم ممكن يلعب مهاجم، شريف ممكن يلعب مهاجم، هذول عندهم إمكانيات هجومية للأمام، لكن ترجع وتشوف الفريق يلعب مهاجم واحد بس أيمن، وخلف الله على أيمن جاي يقدم وجاي يسجل. طيب لاعب أتمنى الصحة والعافية إن شاء الله. انتهت مباراة القوة الجوية مع نفط ميسان، ونحن على الهواء مباشرة بنتيجة هدف لكل فريق، وبهذا يكون الشرطة متمسكا بصدارة دوري نجوم العراق، والجوية يفرط بالصدارة. كابتن سمير كاظم، يعني شوف أنا ريت أتكلم بالبداية أنه الفريق مشي بالبداية ممتازة جدا، وصار الفارق وصل تقريبا إلى 8 نقاط أو 9 نقاط. بذاك الوقت لازم كان يتمسك بالصدارة القوة الجوية، لكن مع الأسف تفرطت بالنقاط، ووصل إلى حد الفرق بين الأهداف، وهسه حاليا صارت نقطتين صار نقطتين، ويمكن بعد دورين راح تكون لعبة فاصلة بيننا وبين الشرطة بهاي المباراة. يعني لازم الجوية يفوز، لأن لا سامح الله إذا تعادل أو خسارة الأمور صعبة على نادي القوة الجوية. منو يتحمل نزيف هذه النقاط كابتن؟ بكل صراحة وأنت رجل فني ومؤتمن الآن أمامي. والله كابتن علي، ليش تحرج؟ أنا بالنسبة لي يعني أتمنى ما أخوض مسألة القوة الجوية. فني فريق اليوم فرط بنقاط الصدارة. نعم. وبوقت سابق كان متصدر فرق 7 إلى 8 نقاط. نعم. منو يتحمل لاعبين أساليب اللعب أساليب ودا غير نفتهم أساليب أنتم اللعب. من الفنيين نسألكم. أخاف أحكي ويقول لك ها لي المدرب وهاي، لا أساليب اللعب. شوف ما يختلف اثنين على أن أفضل نوعية لاعبين هم الشرطة والجوية، هاي ما يختلف عليها اثنان. حتى الزوراء هم مو مثل إمكانية الشرطة وإمكانية الجوية، والطلبة نفس الشيء. وهذا يعني مثل ما يقول هذا فشي واقع حال. بدينا بداية الموسم جبنا أرقى لاعبين وخليناهم وما فرطنا بيهم، وهسه هاي إمكانيتهم. الشرطة نفس الشيء، حافظوا على اللاعبين وضافوا لهم لاعبين آخرين. هنا هو قدرة المدرب شلون يدير ذول اللاعبين، هذا السبب. شلون أخليهم يستمرون بنفس العطاء، شلون أخليهم يستمرون بنفس الطاقة. أنت تجي مثلا كل مباراة كانت علي جاسم وأيمن، علي جاسم ما يريحهم، بايش نفس الشيء. أكو مباريات لا أقدر أريحهم وألعب آخرين أحتاجهم بغير مباريات. هذا اللي جاي يصير وين؟ جاي يصير بالشرطة حقيقة. أنا هذا اللي جاي تدوير شو. اللاعبين هاي مسألة. والمسألة الثانية وهاي نقطة كلش مهمة، قراءة ما يدور في المباراة من, 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 من قبل المدرب. يعني مثلا أنا أتعرض إلى هدف بالبداية وأنا لاعب بمهاجم، ما هي الطريقة اللي حتى أسجل التعادل وأسجل الفوز؟ هاي لازم شنو يتغير الأسلوب من الدفاع إلى الهجوم. وهاي ترى مو بالكلام، مو لقلق السلام، تدريبات كابتن، التدريبات هاي لازم اللاعب يعرف ومتمرس
على انه شو وقت العب مثلا 4-3-3، شو وقت العب 4-5-1، شو وقت العب. ممكن يكون اليوم نقص القوه الجويه عند 8 لاعبين، نقص ما بين اصابه وما بين ذهاب مع المنتخب الاوروبي اثرت على النتيجه. ممكن هنا اقول عليه التدوير كابتن علي، هاي لازم احسب هذا التخطيط، لازم احسب حساب انه هذا الظرف راح يمر علي بشهر الرابع، لازم انا بشهر الثاني وبشهر الاول وبشهر الثالث انا متمرس على هذا الشيء، لازم اهيئ اللاعبين اللي مستواهم نفس اللاعبين اللي غابوا عن التشكيله، هذا اللي اقول عليه. شكرا جزيلا كابتن سمير، تشرفنا بحضورك. الشكر موصول لكم مشاهدينا، نلتقي يوم الخميس. السلام عليكم ورحمه الله.